مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع اللي متبعوا عدد كبير من المغاربة ديال تهامي بناني، مشاهدينا الكرام تناولنا الموضوع في فيديو سابق مع الأستاذة زينب خيار اللي هي مقبلة على الجلسة، وكذلك الأم حياة المعنية في الموضوع. في خضم الموضوع عنصر ما بقاش في الملف بطبيعة الحال اللي هو مع فريق ديال أم حياة اللي هي ليلى العماني مستشارة قانونية. أم حياة لها تصور، وكذلك الدفاع ديال لهم تصور، والأخت ليلى لها تصور آخر. النقاش كيف ما كان نوعه لا يفسد في الود قضية. سبب انسحاب ديال ليلى، من المفروض أن نستمع لجميع الأطراف. غادي نشوفوا مع الموضوع. ليلى مستشارة القانونية، شبه تصدع بينك مع الفريق، انشقيتي على الموضوع، والمغاربة بطبيعة الحال كيشوفوا هاد التكتل اللي بيناتكم. يعني ما سبب هالتصدع؟ اولا السلام عليكم، اهلا وسهلا بجميع المتتبعين الكرام. شكرا سي يوسف، ولو انني كنت غاد كنتحفظ على الكلام في الموضوع اللي سولتيني فيه ديال تهامي بناني، لانه طلب من السيده حياه العالمي واحترمت الطلب ديالها، وما كاين لا تصدع ولا حتى شي حاجه. اللي وقع هي ان انا خدمت في الملف على اساس ان السيده حياه العالمي تحصل على بعض الحقوق ديالها اللي كيخولها لها القانون. فمني لجأت ليا ودرسنا الملف، لقيت بأنه ما كانتش عندها الصفة، والمحكمة ما يمكن لاش تسمع ليها، وما يمكن لاش تستقبلها، أو يعني تسمع شي كلام ديالها اللي كيتدون أمام الهيئة وداكشي، إلا إذا كانت عندها الصفة. فقلت لها الواقع، قلت لها هانتي راه ما يمكن لكش المحكمه تسمع ليك وداكشي. قالت لي كيفاش؟ قلت لها لانه النيابه العامه وقاضي التحقيق مسطرين واحد المتابعه فيها القتل العمد ولدي، وما عندكش ما يفيد ان ولدك مات، ما عندكش الاراثه، ما عندكش شهاده الوفاه، شهاده الدفن. قالت لي ايوا دابا كيفاش غادي نديرو؟ قلت لها بعدا اولا انا غندير واحد الخدمه، انا هذاك الملف اللي انت ما عارفاش غادي تمشي غتعنقيه بحال اللي قلتي، واحد فيه الخبايا ديال الولد ديالك، هو اول خطوه. فعلا مشينا صورنا الملف، خداته، كانت تاثرات بزاف، الله يكون في عوانها. من هذا المنبر انا كنحييها وكنطلب لها الصبر الى ان تصل الى الحقيقه. كان الهدف ديالنا اننا نعرفوا شنو واقع في الملف. فمني خدينا الملف، خدات اون كوبي، خديت انايا اون كوبي، بدينا الدراسه. انا مني جات لعندي، عندي الاستشاره القانونيه هي الهدف ديالها هي دراسه الملف ووضع خطه محكمه وذكيه للوصول الى واحد الحقيقه. فعلا داكشي اللي كان، بديت كنقرا الملف الحيثيات ديالو كلشي، لقيت بان كاين واحد الشق ديال الملف المتعلق بالقصير، الملف اللي كاين فيه المتابعه، كيفاش هاد المتابعه دارت لواحد الاشخاص، شنو هي المعطيات المعلومات. لقيت بانه اذا مشينا توجهنا في القتل اللي كاين، راه هي ما غاديش تكون عندها واحد الصفه. احنا قلنا الصفه والاهليه والمصلحه من ابجديه القانون، الفصل واحد من القانون المسطره المدنيه، والا في كلشي كيكون باطل. فمشينا في التكييف. انا قلت لها الا بغيتي تسمع لك المحكمه، انت هي دايره في 2013 وقبل منها طلب المختفي والاختفاء والشكايه من اجل الاختفاء، خلينا نقبطوا في الاختفاء وغنمشيو في الاختفاء، ولو تكون انها هي حاسه ان الابن ديالها والاحساس الام حنا كنعرفوه، والناس اللي كيقولوا شي كيقول مات، شي كيقول انا ما كانش من حقي نمشي في ديك التوجه ديال انه مات او لا. هذه لان راه الموت اشكال، عاودت هذيك النهار، والقتل انواع، والاثبات ديالو انواع، ويجب ان تتوفر الاركان، ومن اهم شيء هي ان تكون لك الصفه. فبالتالي قلت لها غادي نديروا التكييف، ورحنا عندنا واحد الحاجه سميتها قانون. قالت لي شنو هو؟ قلت لها عندنا اجتهادات قضائيه، لان خصك ضروري تبين المحكمه، تطلب ليها تعطيك الوصف الحقيقي للفعل، لان المحكمه قضاء الموضوع هو الوحيد اللي عنده الحق انك يعطيه الوصف الحقيقي. ومن هنا تنقول جميع في جميع دول العالم والمغرب ان التكييف هو طلب كيقوم به الشخص المتضرر موحد الإجراءات، وكيقوم به المحكمة كتقوم به من تلقاء نفسها. يعني أن المحكمة مثلا اللي قلتي لها هذاك السيد راه أنا مني جيت نحيد ليه التليفون ديالو راه غايب، ما شفتوش وقطعت ليه يديه، هي كتشوف هي
القناعه ديالها واش بصح كنتي قاصد تقطع ليه يديه ايد انت عندك العقوبه ديال العاهه المستديمه اولا مشيتي غير تاخذ ليه التليفون. اذن هنا بعض المرات كنلقاو الاحكام وراه ما كيقراوهاش بزاف الناس كتلقى وبعد التكييف تمت ادانه الشخص الى كذا وكذا وكتعطيه عاد العقوبه المستطره في القانون الجنائي. فانا ما هضرتش غير من فراغ، انا خدمت الاحترافيه ديالي والاختصاص ديالي وجبت قرارات مجلس النقد وقلت لهم لا قلت لا خص مذكره تكون هكا والا خصكي الا ما بغيتيش هذا التوجه هذا خصكي ديري الاراثه وديري شهاده الدفن بحال اللي كانت قالوا لها اساتذه واحد اخرين قبل منها. فهي قالت لي لا انا ما يمكنش ليا نموت ولدي ولا نديره مقتول ولا ميت وباقي ما عرفتش الحقيقه. ودابا الان فهي دابا كتصرح بانه مات وراه هي مازال ما عندهاش الحق تقول مات الا ما كانت عندها الاراثه في يديها بالقانون. اما سينون كيبقى مازال انه علامه استفهام اين هو التهامي بناني داوه يجيبوه. هاد السؤال هذا اللي كتشرح اللي كتناقشي معايا بشقين، يعني مساله الاختفاء مع مساله القتل. قلنا في مساله القتل خاصها دير عدد الموتى والاناثه باش تكون عندها الصفه، ولكن انت في الاختفاء كيفاش غدير لها الصفه في نظرك؟ الاختفاء ولا الاختطاف كيبقى الا سمحتي لي باش هي تواجه المحكمه وتكون عندها الصفه القانونيه خاصها ضروري من هذا الاجراء في كلتا الحالتين. الحاله اللي مشيتي عليها انت الاخرى حتى هي يعني نفسها. لا ماشي نفسها، لان هي ما جات امام المحكمه كانت قدمت طلب تكييف، اذا عندها واحد الاعتبار على اساس ان المحكمه لم تجزم بعد باي وفاه، وبالتالي ان باقي عندها ما سقطش ولدها من الحاله المدنيه، وباقي كتسمى هي الام التي تبحث عن ابنها المختفي. عاد نشوفوا مساله اختطاف، وهذه ديك مساله اختطاف كتكون حيت القاصر مشى مع شي واحد راه ما مشاش من راسه، راه حيت داه والداه راه كتسمى اختطفتيه واحتجزتي حيت ما رجعتيه. فهذيك استراتيجيه ديالي كانت في التوجه هذا على اساس ان المحكمه تسمع لها، وفعلا سمعت لها المحكمه، وفعلا صدر حكم ابتدائي، صدر واحد الحكم ابتدائي تمهيدي اللي كانت فيه الخبره، وراه الناس كلهم تبعوا الخبره الجينيه اللي مشات للمقبره وخرجوهم للجثه وخرجت ماشي هي، حيت انا كنت كنقول لها اتحداهم ان يكون هذاك القبر فيه الابن ديالك، وفعلا صدقت بانني عندي الحق وبان ذاك القبر ما فيهش تهامي بناني. واقترحت عليها انه علاش ما نديروش طلب نجبدوا المقبره كامله، لان هذه مسؤوليه الدوله، حنا ما نراش شي غير عطينا درهم واحد وحنا 40 مليون راه غادي نجبدوه، نجبدوا المقبره كامله. الناس كلهم بعدا يعرفوا لا دي ان ويعرفوا هذا الشيء ديال ولادهم شكون هما وشكون اللي تقتل وشكون اللي ما تقتلش. الى حاولنا ما امكن نحللوا في التوجه ديالك غادي نلقاو انه مغاير او العكس ديال القرار ديال السيد قاضي التحقيق اللي هو كيف المتابعه في القتل. علاش ما مشيتيش استاذ انت في الطرح اللي مشى فيه السيد قاضي التحقيق بالقناعه الشخصيه ديالو بالضمير المهني بالكفاءه ديالو بالابحاث؟ نعلم جيدا السلطه اللي كاينه عند السيد قاضي التحقيق استنطاق تفصيلي من الاول، وكذلك تبطلوا بعض مجموعه من المحاضر ديال الضابطه القضائيه، يعني كتقادوا عند السيد قاضي التحقيق على سبيل الاستئناس. هو عاود الملف وخرج بقرار، هذاك القرار استاذه ما قنعكش انت؟ اولا انا كنشكر السيد قاضي التحقيق والسيد وكيل الملك على المجهودات اللي دارها في هذا الملف، ولكن راه خص الناس وكلشي يعرف بان الاتهام هو سلطه مطلقه للسيد وكيل الملك، سلطه الاتهام معناتها انت دايز بنتي واقف حدا شي واحد كيبيع مخدرات عندي الحق نتهمك كنتي معاه، ما تحيدش ليا ديك الساعه منين نجيبك وتكون معتقل سير دافع على راسك وسير قول لي لا ما اتصلتش به وشوفوا لي تليفوناتي وشوفوا لي انت يا هكاك، لان هذا هو النظام. علاش؟ لان لا ما دارش قاضي الواقف هذه المساله هذه راه غادي ما يبقاش يحكم في المجتمع، المجتمع غتولي فيه فوضى. فانا قلت لك مثلا عطيتك المثال قبيله، راه هو ضرب واحد باش دا ليه التليفون ولكن طير ليه يديه، يعني ولات عنده عاهه مستديمه. فالقاضي ديال النيابه العامه غيقول له انت اولا مجرم سرقتي التليفون ومن بعد قطعتي لهذاك يديه يلا زيد غادي تحاكم، ولكن ملي غيجي يتحاكم ديك الساعه عاد كيبقى الدور ديال السيد قاضي الموضوع اللي تيفسروا لي بان هذاك غير حادث عراضي ما عندوش النيه ما عندوش يدباز معاه ما عندوش غرض باش غيقطع ليه يديه باش غيدير له داك، هذاك هو الدور ديال الدفاع. فحنا في الملف اللي عندنا كنا عندنا المشكل ديال الوصف القانوني ديال النزيله. السيد قاضي التحقيق والنيابه العامه دا
داروا الاتهام ديالهم اللي هما شافوه بناء على المعطيات اللي كاينه في الملف. انا مشيت كمستشاره قانونيه درست الملف حمايه الحق للسيده حياه العالمي باش تقدر توقف قدام المحكمه، اولا من ناحيه الصفه ديالها، ثانيا باش حنايا مني قالوا لنا هما هذوك التوجه ديالهم قلنا لهم اين الدليل؟ حيت السيده حياه العالمي راه ما بغاتش غير تقول لك راه ولدي انا مات، لا راه بغات الحقيقه، والحقيقه تكمن في العناصر التكوينيه للفعل الاجرامي، وتكمن في الادله والحجج والادائن والعلم. ما يمكنلكش تقول ليها راه صافي ولدك مات ايوا سيري، اذا كنا سالينا هذه المحاكمه، علاش غنتحاكموا اصلا مني مثلا قال لك اه راه تقتل او لا مات؟ لا، خاصها هي باغا تعرف واش تقتل، واش مات، كيفاش، علاش، حيت قوت القبيله كاين الانواع، انواع الوفاة، انواع القتل، ما يمكنلكش تجي الزم. هذاك هو كيبقى دور الدفاع اللي غتقوم به السيده الاستاذه خيار زينب مشكوره من هذا المنبر، واللي في بعض المنابر الاعلاميه ولو ان السيده حياه العالمي فهمت غلط وقالت بان الخطه كانت فاشله وقالت بانني التمويهات وغلطتها، فالاستاذه زينب كون كانت هذا الشيء غلط ما غتمشيش معايا في نفس التوجه ديالي وما غاديش تمشي تحط المذكرات على اساس حتى هي التكييف وغادي نبقاو. هذيك كانت خطه باش جبدنا الخيط الاولاني اللي غادي يوصل لينا للتكييف الجديد اللي هي بقناعتها اختارته، وهذيك انا ما كيبكش ليا واحد اختار واحد التوجه ونقولوا لا 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 ما تموتش اي ولدك خليه حي باش حنايا نعرفوا هذا الشيء. انا استاذي الا سمحتي ليا غادي نقدر نعتبره بان هذا كله اجتهاد. بطبيعه الحال القضاء الجالس هو سيد القرار اللي غادي ياخذ القرار النهائي من عند قاضي التحقيق، علاش غادي يبني بطبيعه الحال الجلسات ديالو اللي غيصدروا فيها الاحكام. واش ما كتشوفيش استاذه بانه ما كاينش واحد الاختلاف كبير؟ وهنا الام حياه الراي العام تبع القضيه ديالها، الكل متعاطف معها بشكل كبير، وهي في حاجه ماسه لكل من يساعدها في الظرفيه. انسحاب ديالك بهالطريقه والراي العام ما عجبوش. اولا انا كنشكر الراي العام على التتبع، وكنفرح ملي كنلقى واحد التعليقات مهمه جدا، لاننا كنفهم بان متبعيني اخصائيين ودكاتره واساتذه في القانون، وان لو كان شي واحد غينتقدني غينتقدني من الاخصائيين، ما يتقدني شي واحد اللي مازال ما عارفش القانون. فانا هذوك اللي كيكونوا ما عارفينش القانون اللي قالوا لي خائنه وغداره وداك الشيء، هذوك خصهم، انا قلت لهم راه الكليه الحقوق راه حلوا تسجلوا، وقلت لهم خص محاربه الاميه القانونيه، علاش؟ حيت كاينه الاميه وكاينه الاميه القانونيه، فلا يعقل انك تجي تواجه مختص وتقول ليه لا راه هذا التوجه هو اللي درتي فاشل ولا غلط ولا هادشي. انا تنقول لهم جبدوا وريني فين هو الفشل. اذا كنت انا اللي مخرجه قرارات ديال المجلس الاعلى اللي غادي نقرا عليك دابا واللي هي من النظام العام، وغادي نقول بلي هنايا نقول للناس بانه كاين قانون اللي تيقول لك التوجه ديالي بانه صحيح، حيت هو اللي غيوصلنا الحقيقه، وهما حوروها وردوا. حنا هذه كانت الغرامه الماليه غير الضغط باش انا الدليل على اننا وصلنا النتائج، وصلنا الوليد. واخا استاذ، هذه المعطيات اللي كتقولي انا راه قلتيهم ليا. السؤال ديالي ما كانش عندك واضح. واش نختلفوا في التكييف اللي تاهو تيبقى اجتهاد والقضاء هو صاحب القرار؟ واش كتشوفي بانه القيمه ديالو انك تنسحبي بهذه الطريقه هذه في ظرفيه صعبه كتمر منها هذيك الام؟ كل من ساعد في الظرفيه الحاليه يعني هي في امس الحاجه، الدفء ديال المغاربه معها في الملف. لا، انا في الحقيقه ما انسحبتش من الملف ديالها، وشجعتها على كل شيء اللي بغات هي، لان كتبقى حريه مطلقه ان الواحد يختار واحد الطريق اللي غادي يدير فيه الموت ديال الابن ديالو باش يوصله هو لواحد الحقيقه. ولكن انها تقول بانني انا خطه فاشله وانني ديتها وانها كانت منيتها زعما معايا وانني غدرتها ولا انا، هذا الشيء راه ما كاينش، لان انا الغدر اولا ماشي من الصفات ديالي، ثانيا ملي كيجي عندي الواحد عندي الامانه العلميه خاص يقولها له ولو انها ضره، حيت بحال دابا هي غتقول لي وصافي كلشي قال لك مات، كلشي قال لك مات، هي حقيقه كلشي قال لك مات، ولكن دابا في الدفاع ديالك شنو؟ اين هو دليلك بهذا الشيء كامل؟ اذا الاستاذه خيار وافقت انها تمشي معها في التوجه ديال هذا القتل على اساس شرط انها توجد الاراثه، توجد شهاده الدفن، توجد شهاده الوفاه، وديك الساعه عاد غتسمع لها المحكمه الشيء اللي كيبين باننا ما اختلفناش، لان انا ناقشتها الصفه، شحال هذه ما كانتش عندها الصفه باش تهضر على اساس انه ميت. دابا
ملي بغات هي دير هاد الصفه هذه راه غادي ديرها، ولكن انا كنبقى متشبته بالقانون وتنقول لك بانه كاين قرارات ديال المجلس الاعلى اللي كتدير الوصف القانوني للواقع، واللي انا ما خبيت عليها حتى شي حاجه. لا جهاد قضائي يعتبر بمثابه قانون، يرقى الى القانون دائما. الجهاد القضائي لا يعلى عليه لانه يصبح قانون. ومن هذا المنبر انا كنت باغيه باش المغاربه والعالم، حيت الناس كلشي كيتفرجوا فيا، لا من العرب ولا من الاجانب، كلشي كيقدر القدرات ديالي والاجتهادات ديالي، غنقراه عليهم لان انا ما جايبه شي حاجه من راسي. اذا سمحتي غادي نقراه عليهم اللي فيه. اولا، ان النظام القانوني المغربي لا يتضمن أي نص صريح يحجر نوازل ووقائع إلى وصفها القانوني الصحيح، بل دأب الاجتهاد القضائي إلى الممارسة إلى إعمال هذه السلطة، وهو القرار 1993 ديال 11/5 المؤرخ ب 11/5 المنشور بجريدة الإشعاع العدد 10 يناير 1994 والصفحة 185. هذه للأمانة العلمية لابد من نذكروا هذا الشيء. شنو هذا كيعني؟ كيعني أنه في القانون المغربي ما عندناش شي حاجة اللي كترغم شي حد باش يوصف الواقعة القانونية باش يوصفها. علاش؟ لأنه الاجتهادات القضائية دابت على أن القضاء الجالس هو الذي يعطيها هذا الوصف، وأن هذا الوصف هذا اللي كيتعطاها هو من باب الاجتهاد ديالهم. لكن أنا اللي كنت كنناضل عليه هي النقد، لأن خصكم تعرفوا بأن محكمة النقد هي محكمة قانون، وهي اللي كتكون حاسمه في تطبيق القانون من عدمه. شنو كتقول لنا هاد المحكمه النقد؟ حنا دابا وصلنا للنقد مثلا، لانه خص دير ضروري المراحل كامله تدوز منها، ولو انها دير هاد التوجه الجديد راه لابد خاصها تدوز من الابتدائي والاستئنافي والنقد، الا اذا كانت انه وقع واحد الصلح. اما في هذه الحاله هذه لابد من ثلاثه مراحل من التقاضي. شنو كتقول المحكمه؟ لمحكمه النقد حق مراقبه سلامه التكييف القانوني الذي أعطته محكمة الموضوع للوقائع المعروضة عليها والتطبيق السليم للقانون عليها، وكذا سلامة إجراءات المحاكمة. إذن محكمة النقد، هذا قرار ديال 9124 الصادر 1990 11/22 في الملف الجنحي عدد 22449 على 9، يعني 2009، يعني عندنا قرارات جديدة. شنو كيعني هذا؟ كيعني اننا منين نوصلوا للنقد، المحكمه ديال النقد كتجي كتقول لهم بلا تنشوف واش وصفتي وهذا الفعل القانوني، الفعل اللي كاين قدامكم، الوصف الصحيح او لا. معلوم ضروري الرقابه على اولا التطبيق السليم للقانون، ثانيا للوصف، ثالثا للاجراءات المحاكمه. فانا ما جبت شي حاجه من راسي، انا فت كثير في هذا الملف هذا، وانني ما سحبتش راسي، انسحبت عند رغبه السيده حياة العالم. السؤال الأخير، ماشي سؤال، هو رسالة من عندك الأستاذة زين خيار مقبلة يوم الجمعة. نعم. الجلسة. نعم. تصور ديالك. نعم. كتشوف في المراحل ديال الدعوة غادي تنطلق. نعم. رسالة ديال اولا كنحييك استاذ زينب من هذا المنبر، ثانيا انا فخوره اللي خدمت معاها لانه وعجبها التوجه ديالي، ولولا ان التوجه ديالي ما كانش سليم فكانت غتوقفني وتقول لي هادشي ما يمكنلوش، هادشي ما خدامش، هادشي ما دايرش، انت ما عرفتيش ما هادي. فعجبني الخدمه معاها وقدرت انني نسحب، لانني انا ما يمكنش ليا نمشي واحد التوجه اللي غادي نتحاسب عليه ونتحاسب عليه قانونيا ونتسمى درت اخطاء يعني مهنيه، لان لدرس اخطاء مهنيه راه كاينه المتابعه وكاين المساطير. وكنقول لها استمري في هذا الملف هذا، وراه هي عندها قناعتها وعندها دفاع قوي، هي راه دفاع قوي، انا كنحيها من هذا المنبر وما خايفاش عليها في هذا الملف، استمر. وحنايا دائما رغم هذا النقاش البسيط دائما نعملوا يعني مع بعضنا ونتبادل الاراء ونتبادل الافكار، وانا كنبحث وكننقب بزاف على الشهادات القضائيه لمساعده القضاء ولتنوير الراي العام بصفه عامه. ونقول كلمة أخيرة بالنسبة للناس اللي كيقذفوني وكيقولوا لي راه كنتي خنتي ولا هادشي ما كاينش، يراجعوا الدروس اللي كندير في القناة ديالي ويرجعوا للقانون ويرجعوا للمساطر، وكنتمنى أنهم يستافدوا من كل شيء هادشي اللي كنقوله. تزيدين رسالة ودية بالأيام اللي كانت فيها شقاء، فيها تعب، فيها بزاف، انت والأم حياة، الرسالة ديالك ليها
وكذلك الدعاء ديالك لأنها توفق. طبيعة الحال أنا دائما كندعي معاها، وهي عرفتني بالقلب ديالي، بالكلام ديالي، بالشعر ديالي، بتصبيرها، بأنني نصحها كيفاش توقف قدام محكمة. ما كاش داك الشيء تكبر مني أو لا يعني قللت من القيمة ديالها، بالعكس جاتني واحد السيدة بحال بزاف د المغاربة عندهم واحد النقص ديال القانون، ما غاديش نقصوا من القيمة ديالهم، بالعكس أنا جبت قيمة مضافة، ساعدتها باش نوريها كل حاجة في المكان ديالها. إلا كانت واحد الشكوك كاينة، هذيك راه شكوك غالطة، ما يمكنش الواحد تطبق عليه واحد الشكوك، خصوصا ان بحال دابا التعامل مع الدفاع ديال المتهمين كان عادي جدا، وكنا مثلا كنتلاقاو كلنا وحتى هي كانت تلاقات معاهم، فاذا انا ماشي اختاليت بهم باش غنهضر معاهم، لانني كون بغيت نتختالي بهم ما غاديش نمشي تنهار الجلسه، راه كاين المكاتب ديالهم، يمكن لي ندير مواعيد، يمكن لي تلاقاو، كنتلاقاو في جميع المحاكم، لانني كنشوف انا كنمشي جميع المحاكم، كيعرفوني، كيقدروا المجهودات ديالي، كيعرفوا العمل ديالي، كيضايقهم شي شويه لان فيه بزاف ديال الصراحه وبزاف ديال الوضوح، ولكن مع ذلك فان كاينين الاحترام بيناتنا. كنصحها انها تكون صبوره، تكون قويه، الهيئه راه هي في صالح المواطنين، ما تخافش امام القضاء، لان القضاء ما عيط لها الا باش غيستمع لها، وغادي يحترمها كأم، يعني عانت هذه المعاناه كامله، وانها يعني بحثت على الابن ديالها وما عمرها ما يعني تنازلت، وحنا فعلا كنا درنا لن تستسلم، وفعلا لن نستسلم. واخر كلمه غادي نقولها لكل شيء، داوه يجيبوه. ليلى شكرا لك، وكنتمنى لك التوفيق في المهام ديالك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، هذا هو التصريح ديال ليلى اللي ضحات كذلك سنين طوال في الملف مع الام حياه، مع الاستاذه زينب. كما قلت في السابق، الاختلاف هو رحمه، ولكن مجموعه من الامور شيئا ما كان فيها مناوشات، تعمدنا أننا ندرجوا الحوار باش تبقى صلة الرحمة وصلة الوصل بالأطراف. مشاهدينا الكرام، موضوع تامي بناني موضوع غريب في ألغاز في مجموعة من الأمور، والقضاء المغربي قادر على أنه يفك لغز هذه الجريمة. مشاهدينا الكرام، ليلى ضحات سنين طوال في الملف، كتساعد الأم حياة والأستاذ زينب كذلك، الأم حياة في أمس الحاجة لكل من ساعدها في الظرفية الراهنة من أجل الوصول للهدف الأسمى في الموضوع، وهو تحقيق العدالة. مشاهدينا الكرام، دورنا هو الإنصات لجميع الأطراف، سواء لا الأم حياة ولا الأطراف الأخرى لهم الحق كذلك أنهم يفيدونا ويعطيونا مجموعة من المعطيات اللي تقدر تكون فيها الحقيقة في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في الموضوع من جميع الجوانب. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.